أرحب بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج رسالة الإنجيل، الذي نتعرف فيه إلى رؤية الله لحياتنا من خلال كلمة الإنجيل المقدس. يعقوب أبو الأسباط خاف من لقاء عيسو أخيه في سفر التكوين الإصحاح 32، حينما كان عائدا إلى عشيرته من بيت خاله لابان، فوضعه الله بموقف لكي يتمجد بحياته ويقوي عزيمته ويجعل وعوده تأخذ جذورا راسخة، فوضعه في حالة مواجهة مع أخيه عيسو الذي كان قد هرب منه بالأساس إلى بيت خاله. هذه المواجهة كانت محسومة من وجهة نظر يعقوب أن عيسو سيكون المنتصر، لذلك تهيأ وقسم عائلته إلى جيشين، بحيث إذا التقى عيسو أحد الجيشين فإن الآخر ينجو. يا لسذاجة عقل يعقوب، متى أدرك أنه ساذج؟ حين ابتدأ الله بتذكيره بوعوده بأنه سيحفظه سالما ويجعل نسله كنجوم السماء، وإذ كان لا يزال مرعوبا صارعه ملاك الرب صراعا روحيا لكي يقوي قلبه، فنجح باجتياز تلك التجربة. رسالة الإنجيل المقدس بفم داود الملك في مزموره 32 تقول: كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب. السن والخبرة وجرحنا القديمة بيغيرونا، وقلقنا من بكرة صراعتنا الأليمة بيغيرونا. بنتغير وهو ده طبع البشر مهما نكرنا، بتتغير قلوبنا أهدافنا ومشاعرنا. بنتغير وننسى وعود طعنا، ننسى ناس عشرنا، نتغير بالزمان السفر. ما هو ده طبع البشر بس.